محامون اليوم أكثر حرصا من غيرهم على احترام الشرعية القانونية. المنطلقات في تلقي التلقيح كانت اختيارية، وليس هنالك من داع أن تكون النتائج وأن تكون المرافق العمومية التي تحكمها مبادئ الاستمرارية أن تكون منعا على المحامون أو على من لم يتلقي الجواز، ولكن المحامون يرفضون أن يكون أن يمس في كرامتهم. قد صبروا على كل شيء إلا الكرامة، فإن المحامي اليوم أثبت أن كرامته لا يمكن أن تمس ولا يمكن أن تخدش. أعتقد أن هذا الأفق بالرغم من أنه يبدو صعبا، فإن تفهم المذكرة الثلاثية أصحاب المذكرة الثلاثية للخطأ الجسيم الذي وقعوا فيه والتراجع عنها يمكن أن يحل المشكلة، وبالتالي فإن المحامي منع المحامي من ولوج المحكمة هو إضرار بمرفق العدالة وإضرار بمصالح المواطن، وبالتالي فإن الجهة التي أصدرت هذه المذكرة هي التي يجب عليها أن تلقى حلا لهذه المشكلة، ولا يجب عليها أن تبقى حبيسة أو أن تضع حلا من المحامون، لأن المحامون والمواطنين ضحية لهذه المذكرة. احنا جينا ندعموا الشباب اللي هذه واحد الرسالة قوية على أنه نحن عابرون ولكن ها المشتل. احنا قدام محكمة النقد اللي مسؤولين فيها أقحموا السلطة القضائية، والفرق وهنا نقول بأنه الرئيس الأول لمحكمة النقد هو بالصفة، ولكن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم ينصب بعد، إذن ما يمكنش نعتبر التوقيع ديالو داخل في تدبير الأعمال. أنت يمكن مع الدول الأخرى مع شي قرارات مصيرية، ولكن باش نوقع أنه نحول القضاة إلى مسخري لدى رؤساء المحاكم باش ينفذوا واحد الحاجة تنتمي إلى السلطة التنفيذية. إذن أنا كنعرف كاين الحكماء للبيت رب يحميه، كنعرفوا بانه هاد الشيء راه غادي بحال كره الثلج. اذا ما كانش شي حل منصف وعادل وعقلاني ف باش نقول واحد الكلمه، هاد الشيء غادي يمشي بعيد، لانه كفى من 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 الزحف على النخب. درتوا الاساتذه، المشهد الحزبي، درتوا الاعلاميين، درتوا الى اخره، ولكن هذه قلعه صامده لانها من 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 التوابيت ديال الامه. هي محطة يمكن أن نعتبرها محطة تاريخية في بالنسبة لمهنة المحاماة في المغرب، يعني بالطريقة التي صيغت هي في الواقع تكتسي في نظري نوع من التسرع. لماذا؟ لأنها غيبت شريكا للأسرة القضائية وهي مهنة المحاماة. الأهم من هذا كله هو الموقف المشرف لمكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب. ها أنتم الآن ترون النتائج دياله. لماذا؟ لأنه كان موقف بناء على تداول وتشاور عميق، ولذلك نعتبر على أن هذه الوقفة هي مفخارة لمهنة المحاماة ومفخارة لقضائنا ومفخارة لبلادنا. هي رسائل متعددة، هي الرسالة المباشرة هي أننا كلنا ضد محاولة عسكرة المحاكم ومحاكمة فرض جواز تلقيح الدخول إلى المحاكم، ما كان هذا في القديم ولا يمكن أن نسمح به على الإطلاق. والرسالة الثانية واللي هي رسالة العمق هي أن المحاماة تبقى رسالة مهنة مستقلة لا مجال أبدا لإخضاعها لأي كان سلطة حكومية أو غير حكومية. نحن مستقلون وسنبقى مستقلون ونحن متضامنون من أجل استقلالنا. شكرا.